محمد عظيم الكلام، ولكن هاتوا مجموعة شباب، وعندنا شباب ما شاء الله كل اللغات، يبقوا موجودين حاضر معاك ويتابعوا الكلام ده. يعني لو يا من فندم الأول تابعوا وشافوا، أولا وسائل الإعلام العالمية كلها كانت بتكتب عنه وتتكلم عنه، مظبوط يا كل فندم الإعلام مظبوط اتكلم عنه، حاصل يا عن فندم عمل إيه مظبوط وحفلاته شكلها إيه، حتى لدرجة ما أعرفش مدى الدقة. عبد الشيطان، هل في حاجة خاصة بده؟ لا خالص، هو كانت الطقوس بتاعته كانت غريبة شوية، غريبة شوية، كانت يعني بعيدة عن قال لك قريبة معتقداتنا من عبدة الشيطان الطقوس بتاعته. بالظبط كده يا فندم، تحس انها غريبة على عادات المصريين، واحنا عارفين بنحافظ على هوية الفن المصري واحترامنا للثقافات الأخرى، ولكن في حدود النطاق المقبول للفن العام. نعم، فهو المطرب هو رابر، يعني بيغني أغاني أقرب لأغاني المطرب اللي عندنا ويجز، نفس الموضوع. إنما احنا ما قلناش لأ، عادي الفن خلاص، فن الراب ده بقى فن مساحته موجود وله جماهيره، فلا غضاضة في ذلك. فده اللي خلانا أو لجنة العمل والموظفين تسرعوا في إصدار التصريح دون بحث وتروي، ده اللي خلانا بقى طب دلوقتي اللي تسرعوا دول، الفنان الكبير مصطفى كامل ما خدش باله، ما شافش، ما راجعش، ولا هو بناء على مجموعة إداريين خدوا قرار فهو وافق؟ لا خالص، ده هو لما حصل ده هو بالنسبة له ما كانش عنده المعلومات المتوفرة ما عن كانش هذا عنده المطر خالص، لأن لازم المفروض يا فندم الناس تمد بالمعلومات طبعا. تقول له يعني. فهو المعلومات لما تكون متوفرة لديه هيقدر بحكم مظبوط. القرار لابد ان يكون له الاول صناعه، فاديني نعم معلومات صحيحه عشان اقول قرار مظبوط. نعم فعدم ورود معلومات صحيحه من اللي كانوا موجودين، وده اللي خلاه ياخد قرار بان هناك قصور اداري، ولابد من التحقيق في هذا الامر، وفعلا تحقيقات وعقوبات وجزاءات غليظه جدا مغلظه على اللي حصل منه ده عشان ما يتكررش. وده اللي خلى احنا نستعين بالشباب الجدد اللي قدموا الابلكيشن وبدا، وفي لغات هيكونوا ان شاء الله عاليه جدا، توصل لغه واثنين وثلاثه في كافه المجالات، ووحده تكنولوجيا خاصه بيهم وحواسب اليه ونت فائق السرعه عشان ما يتكررش الخطوه ده تاني. انا عايز اقول لك هو النقيب العام مر بفتره سيئه جدا نفسيه وتحمل، وقلت له اخلي نفس مسؤوليتك يا سياده النقيب واطلع، قلت مش خطا، قال لي لا مش هقول كده يا دكتور محمد، انا هتحمل اي سهام واتحمل اي نقد بصفتي انا بتزعمل المنظومة دي، فأنا قائد هذه المنظومة وأنا هتحمل ده. كم واحد كانوا حاجزين يحضروا الحفلة دي؟ كتير يا فندم، ألفات. ده احنا ألفات. سمعنا أرقام كتير جدا، وده ناس بتحب اللون ده. إنما احنا كنقابة مش هيهمنا الفلوس اللي هنحصلها في خزنة النقابة قصاد إن خدش يحصل لأي مواطن مصري. نعم، يعني كان في مخاوف إنه ممكن يحصل يعني مشاكل للي هيحضروا هذه الاحتفالية. طبعا يا فندم، لان باتباع سيره ذاتيه للمطرب وجد ان هو كانه بيحرض الجماهير على اختراق الحوادث. فاحنا مش واخدين على كده. حضرتك لما يكون فنان ونجم موجود وبيحيطه جميع في احترام، بالظبط كده، نعم، المفروض ان انا وفي ابقى بحافظ تامين ليه بالظبط وتامين كده. للجمهور اللي حاضر. بالظبط يا فندم، والفئه العمريه اللي بتحضر الحفله ده بتكون تملي جمهوره ما بين 16 وال 22 سنه، فهي فئه شباب معروف ان هي بتبقى عندها اندفاع في التصرف، في رعونه، في اقدام على التصرف بلا تفكير. في الحاله دي هو بيستغل نوع الموسيقى ده يا فندم وعلو الصوت بانه بيحط الشباب في منطقه اللا عوده، ان هم ممكن يعملوا تصرف يهجموا على حد تدافع، وهنا في الحاله دي هيحدث ما لا يحمد عقباه. فالهاجس كان هاجس امني، ولذلك قلنا طب في حاله لو تم اقامه الحفل، استاذ مصطفى رد وقال للجهات الامنيه كامل الحق وتعظيم كلام لو تم اقامه الحفل. انما النهارده بالغاء الحفل وضحت عده امور، من اولها انتصار النقابه، ثانيها ان الجهات الامنيه قادره على اقامه الحفل ولكنها ارتأت الغاء الحفل مثلما قالت نقابه المهنه الموسيقيه. بنرد على كل الناس المدعيين والاراء اللي كانت بتصف في الماء العكر وبتقول النقابه ليس لها الحق والنقابه لا تملك الغاء حفل و و و و، هم على غير درايه باختصاص النقابه. انا بدعو كل الناس اللي قالوا كده انهم يطلعوا على قانون اتحادات النقابات الفنيه ويشوفوا حقوق النقابه ايه وامتيازاتها وصلاحياتها، عشان لما يحصل حاجه زي كده مطلوب نكون ايد واحده كلنا، ما نحاولش بس. نتعامل ده مع قرار نهائي ولا ممكن فيه كلام تاني؟ الشركه يا فندم اعلنت النهارده خلاص وهتسترد كافه حقوقها الماليه من النقابه، يعني مندوب الشركه او وكيل الشركه، اي حد يتوجه للنقابه ويطلب ان هو يسترد حقوقه الماليه هيستردها دفع فلوس كام؟ بالكامل، كل المبلغ في الحسابات. لو عايزني اوصلك بالحسابات انا تحت امرك. لا ما مش هياخدوا فلوسهم يعني خلاص اللي دفعوها يا باشا تحت امر. طبعا لو هم جم هياخدوا طبعا كافه حقوقهم، ده حقهم، لان الالغاء جه من النقابه نفسها. نعم، ما جاش منهم هم، فهم ما لهمش دعوه بالموضوع ده عشان ما يبقوش في ضرر جسيم بيترتب على الغاء الحفل. فاحنا بنرجع الفلوس اللي هم خدوها مننا، مش مهم الفلوس اللي هترجع قد ما احنا بنحافظ وبنامن الجمهور عندنا. بشكرك بشكرك دكتور محمد عبد الله، بشكرك شكرا جزيلا، متحدث باسم نقابه المهن الموسيقيه. نطلع